أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الثالثة والنصف، نقدمها لكم من مركز أخبار تلفزيون قطر، وهذه العناوين. دولة قطر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف شرق قناة السويس بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتجدد رفضها القاطع للعنف والإرهاب. وفي الاقتصاد، قطر تستحوذ على 35% من إنتاج الهيليوم عالمياً بطاقة تبلغ 2,600,000,000 قدم مكعبة سنوياً. ورياضياً، كأس العالم تحط الرحال في مرسى لوسيل وسط تفاعل جماهيري كبير في انتظار صافرة انطلاق مونديال قطر. إلى التفاصيل. أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف محطة لرفع المياه شرق قناة السويس بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى مقتل 11 عسكريا بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين. وجددت وزارة الخارجية في بيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف الثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أكدت أن من أولويات دولة قطر حماية الأطفال من الآثار المدمرة للنزاع وحماية التعليم من الهجمات. جاء ذلك بمناسبة رعاية دولة قطر معرضا للصور الفوتوغرافية عن الأطفال والنزاع المسلح تحت عنوان من اليأس إلى الأمل، أطفال ما بعد النزاع المسلح، والذي تم تنظيمه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع البعثات الدائمة لكل من كازاخستان، مالطا، العراق، النرويج، فرنسا والمملكة المتحدة. وافتتحت سعادتها المعرض بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح وعدد من السفراء المندوبين الدائمين لدى المنظمة الدولية وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المختصة ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية. وقدم المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية لأطفال من العراق وسوريا وغزة ودارفور وجنوب السودان وأماكن أخرى. تتواصل فعاليات العيد في المجمعات والمراكز التجارية مثل قطر مول الذي أعد للعيد فعاليات تناسب الجميع، من بينها العروض المسرحية الموسيقية التي تهدف إلى توفير تجربة مختلفة للزوار. على مدى أسبوع كامل يحتفل هذا المركز التجاري مع زواره بعيد الفطر المبارك كغيره من المراكز والمجمعات في الدولة عبر مجموعة من الفعاليات المختارة، خاصة تلك التي تستهوي الأطفال والتي تتعدد وتتنوع هنا، حيث تجد الأسرة ما يسعدها ويدخل البهجة والسرور إلى نفوس أبنائها. الفعاليات الموجودة حاليا هنا موجودة قطر مول وغير قطر مول، فستيفال وكتارة واللؤلؤة وسوق واقف، الاماكن كلها يعني شعبيه وحلوه وتلم الناس اللي ما لموا من سنين. العيد هنا في قطر جدا جدا مبهره، جميله، مناسبه حق العائلات والاطفال، بصراحه الاطفال جدا انبهروا بالمهرجان، في العاب ناريه، في فعاليات. لكن الأبرز في هذه الفعاليات هنا هذا العرض المسرحي الموسيقي الاستعراضي لقصة أليس في بلاد العجائب. هذه القصة الخيالية حملت سطياتها رسائل موجهة للصغار وحتى للكبار، مفادها أن الإنسان يشعر بأن ما يراه حقيقة يعيشها وأن مساعدة الآخرين يجب أن تبقى قيمة سائدة بين الناس. والله العرض كان يعني وايد يعني حلو مشوق يعني، والاطفال يعني وايد تفاعلوا مع يعني هالعروض، واحنا نتمنى ان شاء الله يعني انهم يزودون هالعروض يعني خصوصا في هذا يعني هالايام المباركه، ايام يعني العيد، ايام شو اسمه الاولاد يعني في اجازه. العرض جميل جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، العرض جميل، التنظيم جميل،
كل شيء ما شاء الله، فعاليات العيد جميله. والله عرض جميل يعني، مقدمينه يبدو انه فرقه محترفه والاطفال مبسوطين عليه، يعني انبسطنا في العرض جميل. نعم، هذا العرض مستمر حتى العاشر من الشهر الحالي برفقة فعاليات العيد التي يرمي القائمون من ورائها إلى توفير ما يفرح ويسعد الزوار، فالكل هنا سيجد مبتقاه ما بين الأنس والتسوق والاستمتاع بمشاهدة الفعاليات. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ينطلق غدا بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية. شلون تبتدون يومكم؟ احنا نبتدي يومنا معاكم. فعل الخير أحبتي مأمور به في القرآن والسنة، وهو من أكبر الطاعات وأوطأ المدارج نحو القربات. إذا عمل عملاً يخبئه لا يعلم به أحد، يريد بذلك وجه الله، هذا يدل على إيمانه. المسلم العاقل من يتعهد نفسه ويجدد توبته ويوجد بيئة وتربة جيدة في أصحابه الذين ينعشون إيمانه. لماذا ربنا سبحانه وتعالى جعل القوامم في الزوج؟ القوامم شان هو يدير الأسرة بالمعروف. نعم، الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثيرة، لو جلس طول حياته يحصيها ما أحسن. أهلا بكم من جديد. في الشأن الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامة ارتفاع إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 363,749 شخصا. وقالت الوزارة في بيان لها إنه قد تم إعطاء 6,772,966 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية البرنامج الوطني للتطعيم، لافتة إلى أن أكثر من 89% من إجمالي السكان قد تلقوا تطعيمهم كاملا بجرعتي اللقاح. شارك الهلال الأحمر القطري جميع أعضاء الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاحتفال باليوم العالمي للحركة الإنسانية الدولية. ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة في 8 من شهر مايو كل عام، تكريما لعمل متطوعي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، واعترافا بالخدمات الإنسانية الجليلة التي يقدمونها للمجتمعات المحلية في كل مكان. والآن نفتح نافذة على سوق المال والأعمال. كشفت شركة قطر غاز عن نجاحها في الاستحواذ على حصة تبلغ 35% من إنتاج الهيليوم عالميا بطاقة إجمالية تبلغ 2,600,000,000 قدم مكعبة قياسي سنويا. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب العالمي على الهيليوم بمعدل يتراوح ما بين 2 و3% سنويا. من خلال منشآت لإنتاج الهيليوم هي الأكبر في العالم، تضمها مدينة راس لفان الصناعية، تحتل قطر موقعا متقدما على خريطة إنتاج الهيليوم العالمية، تعززت بشكل واضح مع نهاية العام الماضي بوصول طاقتها الإجمالية إلى نحو 2,600,000,000 قدم مكعبة قياسية سنويا، بما يعادل نحو 35% من إجمالي إنتاج الهيليوم العالمي.
وتعمل قطر غاز بشكل حثيث على تعزيز مكانتها العالمية كأحد منتجي ومصدري الغاز الموثوقين، وهو ما تم ترجمته عمليا بنجاح الشركة في إبرام 9 اتفاقيات جديدة لبيع وشراء الغاز المسال خلال عام 2021، حيث بلغ إجمالي اتفاقيات بيع الغاز القطري خلال العام الماضي قرابة 16 مليون طن مع 5 وجهات في السوق الآسيوي، كان من أبرزها اتفاقيات مع الجانب الصيني عبر مجموعة من الشركات، يصل إجمالي حجمها إلى قرابة 8.5 مليون طن سنوياً. وتضاف هذه الاتفاقيات إلى قائمة من مبيعات قطر غاز قصيرة الأجل لمجموعة من العملاء الجدد الموزعين على مناطق من أبرزها باكستان والصين وكوريا الجنوبية. وتأتي هذه الاتفاقيات تمهيداً لإتمام تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال، وهو ما سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025، وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضاً إلى إنتاج قرابة 4000 طن من الإيثان و263 ألف برميل من المكثفات و11 ألف طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طنا من الهيليوم النقي يوميا. وتمضي أعمال المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال قدما، حيث تتضمن هذه المرحلة رفع الطاقة الإنتاجية من القطاع الشرقي، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من هذا القطاع بحلول عام 2025. أعلنت قطر للسياحة تمديد فعاليات النسخة 18 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لتنطلق غدا وتتواصل على مدى 6 أيام. قالت قطر للسياحة في بيان إن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور من غد الاثنين وحتى الخميس الموافق للثاني عشر من مايو، وسيضم المعرض تصاميم فاخرة لعلامات تجارية ومصممين معروفين عالميا ومصممين محليين تقدمها أكثر من 500 علامة تجارية من أكثر من 10 بلدان. أظهرت أحدث بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاعا في عدد السياح القادمين إلى البلاد في مارس الماضي بنسبة تجاوزت 759% عن الشهر المماثل من العام الماضي، بينما زاد بنسبة 98.7% عن شهر فبراير من العام الجاري. وأوضحت البيانات التي تضمنها العدد 99 من نشرة قطر إحصاءات شهرية أن عدد السياح بلغ في مارس الماضي أكثر من 152 ألف سائح. استقبلت مواني قطر أكثر من 116 طنا من الوضائع العامة وما يزيد على 100 ألف حاوية، وذلك الشهر الماضي، بينما حققت وحدات السيارات والمعدات المناولة زيادة بنحو 10% على أساس سنوي لتصل إلى 7857 وحدة. ووفقا لبيانات نشرتها مواني قطر عبر حسابها الرسمي على تويتر، فقد تمت خلال الشهر الماضي مناولة أكثر من 106,000 حاوية نمطية. استأنفت البنوك والمصارف ومحال الصرافة وشركات التأمين والتمويل والاستثمار والاستشارات المالية استأنفت عملها اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميما إلى المؤسسات المالية حدد فيه موعد إجازة عيد الفطر التي بدأت مطلع الشهر الجاري وانتهت يوم الخميس الماضي. كما استأنفت بورصة قطر تداولاتها اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك وسط توقعات بإقبال نوعي من المستثمرين. كانت البورصة قد أوقفت تداولاتها لمدة 5 أيام عمل بدءا من مطلع الشهر الحالي وحتى الخميس الماضي، وذلك بناء على تعميم مصرف قطر المركزي وتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية. من جهة أخرى، تراجع مؤشر بورصة قطر نحو ربع نقطة مئوية عند تسوية التعاملات وصولا إلى مستوى 13,555 نقطة، فيما سجلت أحجام التداول أكثر من 210 ملايين سهم بقيمة ناهزت 567 مليون ريال.
في أسواق النفط صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو إلى 112 دولارا و39 سنتا للبرميل عند التسوية، كما زاد خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو مسجلا 109 دولارات و77 سنتا للبرميل. وفي أسواق الذهب ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو 14% ليصل إلى 1882 دولارا و80 سنتا للأوقية عند التسوية، لكنه تراجع بنحو 1.5% في إجمالي تعاملات الأسبوع الحالي. والآن مشاهدينا الكرام إلى تقرير حول أهم الأخبار الإقليمية والدولية. أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إلقاء القبض على الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهما الهجوم في إلعاد قرب تل أبيب بعد مطاردة استمرت 3 أيام. وجاء في بيان أولي مشترك باسم الشرطة وجهاز الأمن الداخلي والجيش الإسرائيلي أنه تم القبض على الفلسطينيين المشتبهين دون تقديم مزيد من التفاصيل. انطلقت اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية اللبنانية والمخصصة للبنانيين المقيمين في أوروبا والأمريكيتين وإفريقيا والإمارات، وذلك لاختيار 128 نائبا سيشكلون البرلمان المقبل لولاية تمتد 4 سنوات، ويأتي بدء المرحلة الثانية من الانتخابات بعد إنجاز المرحلة الأولى التي جرت يوم الجمعة الماضي في الدول العربية وإيران، بينما سيكون اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية في 15 مايو الجاري. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الصاروخية والمدفعية قصفت 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية ومناطق تمركز جنودها ومعداتها، كما أعلنت استهداف مطارات في أرتيسز قرب رومانيا ومدينة أوديسا الساحلية الكبيرة على البحر الأسود ومدينة واقعة شمال ميكولايف. يشارك الرئيس الأوكراني في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة 7 لمناقشة الوضع في بلاده، وتتولى ألمانيا هذا العام رئاسة مجموعة 7. وقالت المتحدثة باسم المستشار الألماني أن 8 مايو هو يوم تاريخي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، معتبرة أن الحرب في أوكرانيا تجعل من تماسك مجموعة 7 أكثر أهمية من أي وقت مضى وفق تعبيرها. أعلن الرئيس الأمريكي عن تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدفعيات ورادارات، وذكر بيان للبيت الأبيض أن قيمة المساعدات الجديدة تبلغ 150 مليون دولار، لافتا إلى أن الأسلحة والمعدات التي وافق عليها الكونغرس سترسل مباشرة إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا. وصل إلى قمة جبل إيفرست 11 نيباليا يشكلون الدفعة الأولى من مئات المتسلقين لهذه الجبال الذين يتوقع أن يحضروا إلى نيبال خلال الأسابيع المقبلة بمناسبة موسم الربيع للسعي إلى بلوغ أعلى قمة في العالم. ومن المتوقع أن يقوم المتسلقون بتركيب حبال ثابتة تسهل على المغامرين الأجانب تسلق الجبل. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفي جولتنا الرياضية بعد عرض للأحوال الجوية. لوسيل والعربي في صراع خاص على كأس الاتحاد القطري لكرة القدم على أمل حصد اللقب الأخير في الموسم الحالي.
ومن الطقس إلى الرياضة، حيث تتواصل فعاليات الجولة الترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك في إطار الخطط الترويجية التي تسبق إقامة أول بطولة كأس عالم في المنطقة العربية والشرق الأوسط. وقد حطت النسخة 22 من كأس العالم الرحال في مرسى لوسيل وسط أجواء احتفالية وتفاعل جماهيري ضخم. قطار فعاليات الجولة الترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم فيفا قطر 2022 وصل إلى محطة مرسى لوسيل في أجواء ملؤها البهجة والفرح من الكبار والصغار. اليوم احنا متواجدين في لوسيل، وهي ثالث يوم من جولة كأس العالم على قطر. احنا متواجدين في لوسيل، وأمس كنا في الصناعية، وأول أمس كنا في منطقة السباير. الصراحة الإقبال من الجماهير اللي حاضرين وعلى يعني بس حق عشان يصورون مع كأس العالم إقبال كثير، يعني تفاجأنا، والحمد لله العائلات والقطريين والمقيمين كلهم موجودين عشان يعيشون دور كأس العالم. شيء جميل وحاجة تشرف يعني، وإن دولة عربية يعني كسبت الموضوع ده، وحاجة المنظر اللي شايفينه النهاردة شيء كويس ورائع يعني، ونتمنى أنهم يفوزوا بالكاس بإذن الله، ودي حاجة تشرف للعرب كلهم يعني. هي فرحة أن دولة عربية هتعمل كاس العالم على أرضها. طبعا أجواء جميلة جدا جدا، أجواء مونديالية، وهي فرصة لكل مقيم وكل مشجع يشوف الكاس العالم الحقيقي في الدوحة، يعني صراحة شيء رهيب جدا. الحماس والترقب يتزايد يوما بعد يوم في الطريق لاستضافة النسخة 22 من كأس العالم، وتكتسب أهمية خاصة باعتبارها النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط. استقبالات رائعة جدا وتنظيم محكم، أجواء خيالية، ولو كانت الجزائر حاضرة راح تكون أروع يعني بصراحة يعني. إن شاء الله راح يكون أحسن تنظيم في كأس العالم في تاريخ البطولة، لأنه كثير أشياء جديدة في كأس العالم، كثير نسخ، بس هاي النسخة بالتأكيد راح تكون أفضل نسخة، ولا سيما لأنها في الدوحة كأس العالم راح تكون عربية إن شاء الله هاي المرة. زي ما بنعرف إنه كل الدول القوية هي الوحيدة بتجتمع، فأكيد حتكون النزاع قوي كتير، يعني حيكون في نزاع بين فرق عالمية كتير، وخاصة دور المجموعات اللي بتضم بين أرجنتين وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا وعدة من الدول القوية. طبعا سنشهد أقوى بطولة في العالم. اتسمت هذه المحطة بالحضور الجماهيري الكثيف، خاصة أن المنطقة مفتوحة في الهواء الطلق، فضلا عن الاحتفالات والفعاليات المتعددة التي صاحبت هذه المحطة كتخصيص ركن خاص بالأطفال لممارسة الرسم والتلوين على الوجوه، وكما تم توفير مناطق خاصة لممارسة مهارات كرة القدم وألعاب الفيديو، حيث تفاعل معها الجمهور بشغف كبير. مع اقتراب العد التنازلي للقاء أريد الدوحة 2022 بالدور الماسي لألعاب القوى الذي تستضيفه الدوحة في 13 من مايو الحالية على ميدان ومدمار استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، تشهد تذاكر الجولة إقبالا كبيرا من عشاق أم الألعاب، وتتوفر التذاكر على الموقع الرسمي للاتحاد القطري لألعاب القوى بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي. تشهد رزنامة الدوري الماسي لألعاب القوى إقامة المنافسات في 14 مدينة في 4 قارات مختلفة، وسيتنافس الرياضيون على نقاط البطولة في 13 جولة بين مايو الحالي وسبتمبر القادم. تتجه الأنظار إلى استاد ثاني بن جاسم بنادي السد، حيث يقام نهائي كأس الاتحاد لكرة القدم الذي سيجمع بين فريقي العربي ولوسيل اليوم. كان فريق العربي قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد القطري لكرة القدم بعد فوزه على الشمال بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي البطولة بعد انتهاء الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما. كما تأهل فريق لوسيل إلى النهائي بعد فوزه على مسيمير بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة. وقبل الختام مشاهدينا، هذا تذكير بالعناوين. دولة قطر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف شرق قناة السويس بجمهورية مصر العربية الشقيقة،
وتجدد رفضها القاطع للعنف والإرهاب. وفي الاقتصاد، قطر تستحوذ على 35% من إنتاج الهيليوم عالمياً بطاقة تبلغ 2,600,000,000 قدم مكعبة سنوياً. كان معنا في الرياضة كأس العالم، تحط الرحال في مرسى لوسيل وسط تفاعل جماهيري كبير في انتظار صافرة انطلاق مونديال قطر. ختام ثالثة والنصف، يمكنكم متابعة البث الحي لتلفزيون قطر عبر موقعنا الإلكتروني qtv.qa. شكرا لحسن متابعتكم لنا، في أمان الله.